في قديم الزمان ومنذ امد بعيد عاش نبي الله ابراهيم الخليل عليه السلام كان سيدنا ابراهيم ذكيا لماحا لم فلقد وهبه الله رشده وهو صغير كان ابراهيم وهو صغير لا يؤمن بما يعبده قومه وكان يبحث عن الاله الحقيقي ففي احدى الليالي كان يراقب السماء فراى كوكبا لامعا وهاجا فعندما راه قال ابراهيم هذا ربي لابد انه هو ولكن عندما غاب وذهب قال ابراهيم لقد ذهب هذا الكوكب انه ليس ربي ثم نظر الى السماء مره اخرى فرأى القمر قال في نفسه: هذا أشد ضياء لابد أن هذا هو ربي. ولكن عندما غاب القمر قال في نفسه: لئن لم يهدني ربي إليه لأكونن من الضالين. وفي اليوم التالي بزغت الشمس فرآها كبيرة وهاجة فقال هذا ربي هذا اكبر فلما غابت قال اني بريء من كل هذه الاشياء التي تعبدونها اني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والارض وما انا من المشركين سيدنا ابراهيم عليه السلام يبذل قصارى جهده لمعرفه الحقيقه نعم يا احمد لذلك هدى الله ابراهيم وانزل عليه الوحي وامره بان يدعو قومه الى طريق الرشاد فقد كان قوم ابراهيم يعبدون الاصنام وفي احد الايام شاهد مجموعه منهم تعبد هذه الاصنام فتوقف عندهم وسالهم ايها القوم كيف تعبدون هذه الاصنام فهي حجاره لا تتحرك لا تضر ولا تنفع حسنا اخبروني اذا دعوتم هذه الاصنام هل تستطيع ان تسمعكم اجيبوني فاجاب احدهم بقوله ما هذا الكلام الذي تتفوه به يا ابراهيم اننا نعبد هذه الاصنام وكان اباؤنا يعبدونها ايضا واجدادنا من قبلنا يعبدونها فاجاب ابراهيم يا قوم انتم واباؤكم واجدادكم كلكم في ضلال فكيف تعبدون الحجاره ان هذا شيء غريب فقال شخص اخر انت مجنون يا ابراهيم مجنون هذه الاصنام هي الهتنا والهه ابائنا فقال ابراهيم حسنا والله لاقومن لا بعمل شيء يمنعكم من عباده هذه الاصنام كان ابراهيم ينوي القيام بشيء يظهر فيه لقومه ان عبادتهم خاطئه وان عليهم العوده الى صوابهم لقد فكر ابراهيم فكر وفكر وبعد ان هداه الله الى العمل الذي عليه القيام به ذهب الى معبدهم وماذا عمل سيدنا ابراهيم في المعبد عندما دخل الى المعبد ضحك ابراهيم من عباده قومه وقال وهو يضحك ويسال هذه الاصنام على سبيل السخريه ما رايكم ان اقدم لكم طعاما وكرر السؤال ما رايكم ان اقدم لكم طعاما ما لكم لا تنطقون واخذ يضحك وحمل فاسا وحطم به الاصنام كلها الا اكبر صنم موجود فعلق الفاس على كتفه ورجع الى بيته بعد فتره ذهب قومه الى المعبد وكان معهم ابو ابراهيم حتى يعبدوا هذه الاصنام ففوجئوا بانها محطمه مهشمه من فعل هذا بالهتنا ان من فعل هذا بالهتنا مجرم لقد سمعت انا واصحابي فتى اسمه ابراهيم يكره اصنامنا ويحقد عليها ولقد هددنا بانه سيفعل شيئا لهذه الاصنام الزعيم احضروا لي ابراهيم على مشهد من الناس كلهم اتوني به حالا هل انت من فعل هذا بالهتنا يا ابراهيم انكر ابراهيم لغرض في نفسه وقال مستغربا انا من فعل هذا ان من فعل هذا هو الصنم الكبير وقال ايها الزعيم ايها الناس اسالوا الاصنام المحطمه اسالوها من قام بتحطيمها ستقول لكم انه هذا هو الصنم الكبير انه يظن نفسه انه قوي ان هذا الصنم الشرير بعد ان حطم الاصنام الصغيره الضعيفه وضع الفاس على كتفه كان الزعيم والناس يسمعون حديث ابراهيم وهم مستغربون لانهم يعرفون في قراره انفسهم ان هذه الاصنام لا يمكن لها ان تفعل ذلك ماذا تقول يا ابراهيم ان هذه الاصنام لا تتكلم ولا تتحرك وهنا تاتي حكمه ابراهيم في ان يوضح لقومه خطاهم فقال ابراهيم وبصوت قوي بما أنكم تعرفون أنها لا تنطق ولا تتحرك، وعندكم العلم بأن هناك شخصًا ما قام بتحطيمها، ولم تستطع الدفاع عن نفسها، فكيف تعبدون من لا يملك دفع الضرر عن نفسه؟ فهذه الأصنام أيضًا لا تستطيع نفعكم أو ضركم، فعرف القوم هنا أن ما يقوله إبراهيم هو الصواب ولكنهم بدلا من الرجوع عن ضلالهم وغيهم اشتد بهم الغضب وتمسكوا بخطئهم. وصاح الزعيم ويحك ويحك كيف تفعل هذا بآلهتنا أيها الناس أيها الناس أوقدوا نارا كبيرة سنحرق إبراهيم فيها احرقوا ابراهيم احرقوا ابراهيم احرقوا ابراهيم أخرقوا أخرقوا النار. في النار ولكن الله عز وجل خالق كل شيء هو الذي خلق النار ووضع فيها خاصية الحرق وبالفعل لم تؤذي النار إبراهيم ونجا من بطش قومه وضلالهم وهذه القصة تعلمنا التفكير السليم والمثابرة في تحقيق الهدف توفي إبراهيم الخليل في فلسطين حيث تولى دفنه ولداه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام